أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية من قناة بلقيس، والبداية بأبرز العناوين. استشهاد مدنيين في تعز، وخطر الألغام يهدد حياة السكان في المصراخ. الجيش والمقاومة يواصلان تقدمهما في محافظات شبوة ومأرب والجوف. تراجع في تصدير وبيع العسل، ونحالون يعزفون عن ممارسة المهنة. قالت مصادر طبية في تعز إن المصور الصحفي محمد اليمني استشهد أثناء تغطيته للمعارك في جبهة الضباب جنوب غرب تعز. وبحسب المصادر فإن الميليشيا ارتكبت مجزرة بحق الصحفيين، حيث استشهد المصور محمد اليمني وأصيب كل من المصورين نائف الوافي وهيكل العريقي وعبد الحكيم مغلس وعبد القوي العزاني. قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن ما يقارب 8000 يمني على الأقل سقطوا على يد الميليشيا منذ بدء النزاع المسلح. وأكدت المنظمة أن الغالبية الساحقة من المدنيين سقطوا نتيجة استهداف مناطقهم عمدا من قبل الميليشيا بهدف ترويعهم وتكريس السيطرة المسلحة ومنعهم من مواجهة التمرد. وأدانت المنظمة العربية القصف الذي استهدف السبت الماضي أحياء في تعز، ما أدى لاستشهاد وإصابة 47 مدنيا. قال مراسل قناة بلقيس في الوازعية إن مدنيين استشهدا وأصيب 4 آخرون في قصف صاروخي لميليشيا الحوثي على قرى سكنية في المديرية غربية محافظة تعز. وفي السياق ذاته تتواصل المواجهة العنيفة بين الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية وبين الميليشيا في محيط جبل الراجلة على الأطراف الشمالية من مديرية الوازعية. وفي تعز أيضا تشهد الجبهة الجنوبية الغربية من المدينة معارك عنيفة عقب محاولة الميليشيا التقدم باتجاه الضباب بعد نحو 10 أيام من تحرير المنطقة. إلى ذلك يعاني المواطنون في المناطق المحررة خاصة في مديرية المصراخ من مخاطر الألغام التي زرعتها الميليشيا بكثافة. تفاصيل أكثر في سياق تقرير مراسلنا فواز الحمادي. في مديرية المصراخ التابعة لجبهة تعز الغربية تتواصل جهود التصدي لمخاطر الألغام بأكثر من وسيلة. نشاط استكشاف ونزع الألغام يقوم به فريق متخصص تابع للواء 35 مدرع، يحقق تقدما متواصلا في المنطقة كل يوم. نقوم بنزع الألغام الذي زرعه الحوثي بشكل عشوائي وليس منظم، ويعانون المواطنين بكثرة من هذه الألغام، والفريق يقوم بعمل متواصل، وهذه تشتي إمكانيات كبيرة لكي يقوم الفريق بإنجاز كثير. في المقابل تبذل المنظمة الوطنية لمكافحة الألغام جهودا توعوية متعددة الأساليب والآليات. تم جمع كميات كبيرة من الألغام من مديرية المصراخ، ونتوقع أن تكون هناك كميات كبيرة أخرى موجودة تحت الأرض وأخرى بأيدي المواطنين، وهذا ما تسعى المنظمة الوطنية لمكافحة الألغام في هذه المرحلة للعمل حوله وتجنيب المواطنين من أبناء مديرية المصراخ والقرى والمديريات المجاورة لها خطر هذه الكارثة. في هذه المديرية زرع الإنقلابيون الألغام في كل مكان، ما يجعل مخاطر الحرب مستمرة حتى ما بعد التحرير. ومعنا من تعز الصحفي زكريا شرعبي. زكريا، ما هي تفاصيل حادثة استشهاد الزميل محمد اليمني وإصابة مجموعة من الصحفيين الآخرين؟ في الحقيقة منذ أن انتقدت ميليشيا الحوثي والمخلوع معظم كامل مواقعها في الجبهة الغربية منذ الأسبوع الماضي، هي تحشد بكل قواتها عناصرها وآلياتها في محاولة منها لاسترداد هذه المواقع. تحركت ميليشيا الحوثي والمخلوع باتجاه الربيعي، ثم وصلت في الأمس أيضا لقطع طريق الضباب الواصل ما بين التربة ومدينة تعز. تمكن رجال المقاومة والجيش الوطني في الساعة 12 ليلا من إعادة فتح الطريق، ثم عادت هذه الميليشيا مرة أخرى وتمركزت في قطع، تمكنت من قطع الطريق. المقاومة منذ ظهر اليوم
زكريا هجوما واسعا. نعم زكريا، نعم سيد زكريا، قبل التحدث عن يعني اخبار المقاومه والتقدم في جبهه الضباب، ما كنت يعني اريد الاجابه منك حول تفاصيل استشهاد الزميل محمد اليمني واصابه مجموعه من الصحفيين. هو ياتي استشهاد الاخبار باستشهاد الزميل الصحفي محمد اليمني واصابه مجموعه من الصحفيين ضمن هذه العمليه التي شنتها المقاومه على مواقع الميليشيا لفتح الطريق الضباب الواصل بين مدينه تعز. وصلت لها الانباء قبل قليل باصابه الزميل محمد اليمني برصاصه قناص واصابته خطيره، لكن ايضا لم نتاكد بها ذاتيا بالذات من خبر الشهاده. لازلنا على تواصل في المستشفى. ايضا اصيب بجانبي الزميل عبد الخوي العزاني مراسل من شباب ونائف الوافي، مراسل الجزيره مباشر، هيكل العريقي، عبد الحكيم مغلس، ناشطين صحفيين. ياتي هذا الاستهداف للاعلاميين لانهم ينقلون المعركه والصوره الحقيقيه عن الجرائم التي ترتكبها هذه الميليشيات. نعم. يعمدون الى استهداف الصحفيين كناقلين للحقيقه ويعملون على فضح جرائم الميليشيات وهم يرتكبون هذه الجرائم بشكل يومي بين بحق ابناء تعز سواء المدنيين. نعم. في كل مكان من النساء والاطفال والشيوخ وحتى ايضا. نعم. استهداف المستشفيات. نعم سيد زكريا، فيما يخص ما يدور في جبهه الضباب، الحقيقه هناك تخوفات كبيره عن عوده الميليشيا ويعني قطع المنفذ الذي فك الحصار عن مدينه تعز. ما هي المخاطر التي تشكل من عوده الميليشيا ومقدار تواجد المقاومه والجيش الوطني في الحفاظ على المواقع التي سيطروا عليها؟ في الحقيقه الان تم تطهير حدائق ما تسمى بحدائق الصالح، وايضا ثبت الهنجر المطل على نقطه الصالح. لا زالت الاشتباكات تدور في المكان، ونتوقع ان شاء الله خلال الساعات القادمه سيتمكن رجال المقاومه والجيش الوطني من تطهير هذه المواقع والتقدم نحو مناطق الربيعي ثم الى مواقع تمركز الميليشيا. اشكرك جزيل الشكر الصحفي زكريا شرعبي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. في تعز أيضا يواصل الكادر الطبي والعاملون في مستشفى الثورة العام إضرابا منذ يوم أمس على خلفية اعتداء تعرض له عدد من أعضاء الهيئة الإدارية من قبل مسلحين، وطالب المحتجون محافظ المحافظة علي المعمري بمساءلة المعتدين وتأمين العمل في المستشفى، محذرين من توقف العمل إذا ما استمرت المشكلة. ومعنا من تعز رئيس اللجنة الطبية في تعز الدكتور محمد القباطي. دكتور محمد، ما هي الأسباب التي جعلتكم تعلنون الإضراب عن العمل في مستشفى الثورة العام؟ السلام عليكم أخي الكريم، وشكرا لك وللإخوة في قناة بلقيس، وأهلا بالمشاهد الكريم. أخي يعني ليس هناك يعني إضراب مع بهذا المعنى، ويعني ولكن هي كانت وقفة احتجاجية وأيضا رسالة حب الكادر يعني الطبي والتمريضي الموجود داخل مستشفى الثورة أن يوصلها لكل المعنيين، كل المعنيين في هذه المدينة ولكل المعنيين يعني خارجها من محافظ إلى رئيس حكومة وإلى رئيس دولة، أن هذه المدينة تقدم خدماتها لكل المرضى ولكل الجرحى داخل هذه المدينة وخارجها، وهي على مدار الساعة تقدم خدمتها دون ما يعني عون ومساعدة من كل. نعم. هذه الجهات. ولكن هؤلاء يعني الكادر الطبي رغم كل ما يقدمون إلا أنهم أحيانا يواجهون صعوبات، والصعوبات يعني كبيرة بجانب الصعوبات في الإمداد الطبي والمستلزمات وأعداد الجرحى الكبيرة
جدا، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى 50 حالة في يوم واحدة. نجد أن هناك بعض يعني أفراد الحراسة، بعض من أفراد حراسة المستشفى أو من بعض المرافقين للجرحى يقومون أيضا ببعض يعني المضايقات لهذا الكادر الذي لا يتوانى من تقديم خدماته على مدى الساعة. فكانت هذه الوقفة الاحتجاجية من أجل أن توصل رسالة للناس أن هذا المستشفى وهذا الكادر يقدم كل ما عليه، فيجب عليكم أن تقفوا معه، أن تساندوه، أن تدعموه بما تستطيعوا. أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد القباطي رئيس اللجنة الطبية، كنت معنا من تعز. إلى ذلك، نفذت مؤسسة خيرية في تعز مشروعا لتوفير أدوية ومستلزمات طبية لمستشفى الروضة في المدينة، وقال القائمون على المشروع أنه تم توفير أدوية ومستلزمات طبية بمبلغ 1,300,000 ريال لدعم الوضع الصحي المتردي في المدينة جراء الحرب. كشف مكتب التربية في تعز أن 500 مدرسة دمرت وأغلقت منذ بدء حرب الميليشيا على المحافظة، وقال نائب مدير المكتب للتربية والتعليم في تعز محمد الجلال إن ما يقارب 500 مدرسة تضررت وأغلقت نتيجة قصف الميليشيا المستمر. وأوضح الجلال أن العملية التعليمية في المحافظة مستمرة رغم المعوقات الكبيرة. إلى محافظة لحج، حيث فجر مسلحون يعتقد انتمائهم لتنظيم القاعدة مبنى المجمع القضائي في المحافظة. وقالت مصادر محلية أن المسلحين فجروا مبنى المجمع القضائي الواقع في الجهة الشمالية من مدينة الحوطة مستخدمين عبوات ناسفة. تفجير ليس بجديد يستهدف مبنى حكوميا في محافظة لحج. هكذا أفاقت مدينة الحوطة محافظة لحج على واقع دمار شمل أجزاء واسعة من مبنى المجمع القضائي في المدينة ومباني مجاورة له تضم محاكم ونيابات المحافظة. هذا التفجير هو الثالث من نوعه، فقد شهدت منشآت حكومية عديدة في الحوطة عدة تفجيرات كان آخرها في مبنى إدارة الأمن. ويرجح أن منفذي الهجوم ينتمون إلى تنظيم القاعدة بعد أن زادت وتيرة الأعمال الإرهابية في ذات المنطقة. المجمع القضائي تعرض قبل ذلك لأعمال نهب وتخريب طالت أجزاء من مبانيه عقب الأحداث التي عصفت بالبلاد ضمن سلسلة أعمال النهب والسلب التي شهدتها المدينة في مارس من العام الماضي. وما زالت التفجيرات والعمليات الانتحارية المتكررة تهدد الاستقرار والأمن المجتمعي في محافظة لحج ومناطق أخرى من جنوب البلاد في ظل غياب ملحوظ للأجهزة الأمنية. في محافظة عدن تجددت الاشتباكات الليلة الماضية بين قوات الأمن ومجاميع مسلحة في مديرية المنصورة. وقالت مصادر محلية أن مسلحين هاجموا نقاطا أمنية في جولة كالتكس ومناطق أخرى أعقبها اشتباكات بين الجانبين، فيما عزز الأمن من تواجده في تلك المناطق. وبحسب المصادر فقد شاركت طائرات الأباتشي في قصف مناطق تتحصن فيها المجاميع قرب مقر المجلس المحلي وفي خط 90 وصولا إلى منطقة إنماء. قالت مصادر إعلامية أن مدير جهاز الاستخبارات العسكرية بمحافظة أبين العقيد طلال الكازمي قتل مع 2 من مرافقيه بمدخل مدينة عتق عاصمة شبوة. وفي سياق متصل قال مراسل بلقيس إن أفراد اللواء 19 مشاة يحاصرون جبل بن عقيل الاستراتيجي المطل على بيحان والذي تتمركز عليه قناصة الميليشيا. وأكد مراسلنا أن المعارك لا تزال مستمرة وتتركز في منطقة السليم شرقي عسيلان. تقدم متسارع تحرزه قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية في جبهتي مارب وشبوة جنوب شرقي البلاد. فبعد السيطرة على مديرية حريب شنت قوات من الجيش الوطني هجوما كبيرا على مناطق تمركز الميليشيا في منطقتي عسيلان وبيحان في محافظة شبوة. وأفاد مراسل قناة بلقيس أن قوات الجيش التي تخوض هذه المعارك مسنودة بطيران التحالف العربي
واصلت التقدم إلى مشارف جبل ابن عقيل الاستراتيجي، وشهدت منطقة السليم شرقي عسيلان اندلاع معارك عنيفة تسعى من خلالها قوات الجيش الوطني لقطع خطوط الإمدادات عن الميليشيا. هذا وقد أسفرت المعارك عن استشهاد شخصين وإصابة 12 آخرين من قوات الجيش الوطني ومقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيا، بالإضافة إلى تكبيدها خسائر فادحة في العتاد العسكري. وتكتسب معركة محافظة شبوة أهمية خاصة كونها إحدى أهم المناطق المنتجة للنفط والغاز في اليمن. وفي سياق متصل، استكملت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطرتهما على مديرية حريب جنوب شرق محافظة مأرب. وقال قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء عبد الرب الشدادي في تصريح لقناة بلقيس، قال إن القوات تجاوزت حريب ووصلت إلى موقع الجبجب المطل على الساق، وهي منطقة من مناطق بيحان في محافظة شبوة. قد تكون مديرية حريب إحدى الطرق إلى العاصمة صنعاء بالنسبة لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مهمة تضييق الخناق على ميليشيا الحوثي هناك. وتبدو الصورة واضحة لما تشهد هذه الجبهات من احتدام للمعارك ومواصلة التقدم في المناطق التي سيطرت وتسيطر عليها ميليشيا الحوثي التي أعلنت حربها الشاملة على كافة المحافظات. هذه المنطقة منطقة حريب، تم الهجوم بعد المغرب على مواقع العدو وتم السيطرة عليها الساعة 12 بالليل كامل، وتصفية مديرية حريب بالكامل. بخطى متسارعة تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المعركة الأخيرة التي شهدتها حريب خلال 24 ساعة الماضية، وتمكن من تحقيق انتصارات مفاجئة بالنسبة للميليشيا التي كانت تسيطر على المديرية منذ بدء الحرب التي أشعلتها في البلاد. حضور قيادات الجيش في جبهة القتال لعب دورا كبيرا في سير المعارك وجعلها تحقق انتصارا آخر، ليضاف إلى الانتصارات التي سجلها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المواجهات التي شهدتها محافظة مأرب منذ عام. يحتفي هؤلاء بالنصر وبما حققوه من نتائج على كافة جبهات القتال ضد الميليشيا التي كانت تتواجد في مديرية حريب حتى وقت قريب. نحمد الله ونشكر الله على هذا النصر الذي وجد باقي الخسائر. إننا سنظل أوفياء لهذا الوطن، ندافع عنه حتى نثبت أمنه واستقراره، وإنه هذا الجيش وهذه الأمة ليست لا القبيلة ولا المحافظة ولا الأسرة، هي لليمن. ليس هذا فحسب، بل ما يزال التطلع إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا قائما، والتخطيط يجري لتحريرها وإخضاعها لقوات الجيش والمقاومة من شأنه إعادة الحياة إلى طبيعتها. وبالعودة إلى الاطلاع على آخر مستجدات وحادثة استشهاد الزميل محمد اليمني واستهداف مجموعة من الصحفيين، معنا من هناك الصحفي أحمد البكاري. سيد أحمد، ما هي تفاصيل حادثة استشهاد الزميل محمد اليمني ومجموعة من الصحفيين؟ نعم، بينما كان هناك مجموعة من الصحفيين يقومون بتغطية الأحداث والمواجهات العنيفة بالجبهة الغربية لمدينة تعز، خاصة عند جبهة الضباب أو عند حدائق مدينة الصالح الواقعة في أعلى المنفذ الغربي للمدينة، لكن هناك كان هجوم عنيفا ومكثفا من قبل ميليشيا المخلوع الصالح والحوثي الانقلابية. كان هناك هجوما بمختلف الأسلحة الثقيلة، وكانت هناك عملية قنص تم استهداف الزميل محمد اليمني المصور والصحفي، وتوفي على الفور بعد إصابته برصاصة قنصت الميليشيات. هناك أيضا أصيب الصحفي مراسل قناة صنعاء الصحفي هيكل العريقي برصاصة في ظهره، وهناك أيضا إصابة الزميل ومراسل قناة يمن شباب عبد القوي العزاني إثر قذيفة وقعت بجواره. لكن هناك نعم أحمد، مدى الخطورة بإصابة يعني الزميلين عبد القوي العزاني والوافي؟ نعم أحمد، فيما يخص خطر الإصابة لبقية الزملاء الصحفيين عبد القوي العزاني والوافي. الإصابة الخطيرة طبعا في الزميل هيكل العريقي، ما زالت الرصاصة مستقرة في ظهره ويتلقى الآن أو تحت الرعاية الطبية حتى الآن.
لكن إصابة الزميل عبد القوي العزاني ونايف الوافي كانت خفيفة. أشكرك جزيل الشكر الصحفي أحمد البكري، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. إلى محافظة الجوف، حيث سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مناطق جديدة غربية المحافظة. وقال الناطق الرسمي باسم المقاومة في محافظة الجوف عبدالله الأشرف إن القوات والمقاومة سيطرة على سلسلة جبال سدباء بالكامل بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي والمخلوع. وأضاف الأشرف أن المعارك لا زالت تدور في مواقع محاذية لمديرية المتون بعد أن تمكنت القوات من السيطرة على مركز المديرية في عملية أسفرت عن مقتل 7 من أفراد الجيش والمقاومة والعشرات من الميليشيا. القائم من هاوسار جهة غرب القائم. ومعنا من محافظة الجوف سيادة محافظ المحافظة حسين العواضي. سيادة المحافظ أهلا بك معنا في هذه النشرة. بداية، ما الذي تبقى في محافظة الجوف حتى يتم إعلانها محافظة محررة؟ أهلا وسهلا بكم وشكرا كثيرا لكم. محافظة الجوف كما تعرفون هي محافظة شاسعة المساحة، يعني حيث أنها تصل مساحتها إلى 40,000 كيلومتر مربع. ومحافظة الجوف تقسم على مراحل المعركة فيها، المعركة الأولى وكانت معركة تحرير عاصمة المحافظة والمديريات المجاورة لها، تلاها تحرير بعض المناطق الهامة من مديرية خط والشعب والتي هي أكبر مديرية في الجمهورية اليمنية. الآن نحن في المرحلة الثانية والتي تم بفضل الله تعالى وتضحية الأطفال والشهداء من الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل الأشلاوس من أبناء محافظة الجوف. يعني تم يوم أمس يعني طرد هذه العصابات من مديرية المتون ومديرية المصروم. الآن يتم، وهذه طبعا هي المرحلة الثانية في الجوف، ويتم تطهير هذه المديريات وسدبة، وإن شاء الله تستكمل هذه المرحلة بتطهير مديرية الغيل ومواقع العصابات هذه في العقبة. نعم سيادة المحافظ، تعالى ننطلق للمرحلة الثالثة وهو المديريات المحاذية لعمران وصنعاء، ويتم الالتحام بهذه المحافظة. نعم سيادة المحافظة، التقدم الأخير الذي حصل يعني مؤخرا في جبال السدباء والمصلوب، هل يعني تم السيطرة عليه كليا ولم يعد هناك أي جيوب للميليشيا؟ هذه المديرية مديريتين، وهي من أهم المديريات في، بل إذا لم تكن أهمها بعد العاصمة الحلم، لأنه مديرية المتون هي تعتبر قلب الجوف، كذلك مديرية المصلوب لها أهمية خاصة في مسألة الإمداد إلى تواجدهم في الجبال المحاذية للغيل، وكذلك الصفراء وبراجيش والذي بإذن الله تعالى سيتم تصفيتها. وبالفعل تم التطهير من هذه المديريات، والآن يتم تطهير ما تبقى في اتجاهات المواقع الموجودة بسجدة وبعض الأماكن. لم يتبقى معنا إلا سوق الثالوث وهو أهم وأكبر سوق في محافظة الجوف، وأمس اتخذنا قرار على ألا تخاض معركة فيه لأنه أصبح بحكم الساقط عسكريا، لأننا لا نريد أن نخوض معركة في هذا السوق لأهميته ولوجود الناس فيه، وسيخرجون منه إن شاء الله من خلال الضغط عليهم. نحاول أن نخرج بدون معركة بإذن الله تعالى في اليومين القادمين، أن يتم تطهير سوق الثالوث من هذه الإصابة. أشكرك جزيل الشكر محافظ محافظة الجوف السيد حسين العواضي، كنت معنا عبر الهاتف من الجوف. باقونا معكم في نشرة الأخبار وفيها بعد الفاصل. وزير الخارجية يكشف عن تغييرات دبلوماسية واسعة وتوجهات بإصدار جوازات جديدة. استشهاد مدنيين في تعز وخطر الألغام يهدد حياة السكان في المصراخ. الجيش والمقاومة يواصلان تقدمهما في محافظات شبوة ومأرب والجوف. تراجع في تصدير وبيع العسل ونحالون يعزفون عن ممارسة المهنة.
أهلا بكم من جديد. رحبت الرئاسة اليمنية بعقد جولة جديدة من المحادثات مؤكدة تمسكها بضرورة التزام الميليشيا بتنفيذ القرار الدولي 22/16. وأكد المستشار في رئاسة الجمهورية الدكتور محمد العامري أن وفد الشرعية في المفاوضات المقبلة سيضم نفس الأعضاء والمستشارين، وأضاف أن النقاط الأساسية في المفاوضات تقضي بانسحاب الميليشيا من المدن والمؤسسات الحكومية وإطلاق سراح السجناء السياسيين والسماح بفتح الطريق أمام المساعدات. وفي السياق ذاته رحب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله باستضافة بلاده لمحادثات السلام اليمنية المقبلة، مؤكدا استعداد بلاده الكامل لتسهيل هذه المحادثات على أمل حقن الدماء بين الأشقاء في اليمن. من جانبه أعلن المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أن الفرقاء اليمنيين وافقوا على عقد محادثات بينهم في الكويت معربا عن تفاؤله الكامل بنجاح المفاوضات. كشف وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن تعيينات دبلوماسية جديدة ستتم خلال الأسابيع المقبلة لملء الفراغات الواسعة في البعثات اليمنية في الخارج. وأوضح الوزير في تصريح لقناة بلقيس أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الوزارة للتخفيف عن اليمنيين في حرية التنقل وإصدار التأشيرات إلى عدد من البلدان. وأشار وزير الخارجية أن جوازات جديدة سوف تصدر وسيتحسن وضع المغتربين اليمنيين. شهدت عمليات تصدير منتجات العسل إلى الخارج تراجعا كبيرا بعد توقف عشرات النحالين عن ممارسة أعمالهم، ويعمل في إنتاج وتجارة العسل مئات النحالين موزعين على عدد كبير من المحافظات اليمنية الذين تأثروا وتأثرت أعمالهم جراء استمرار الحرب في البلاد. التفاصيل في سياق التقرير التالي. تغير الحرب أولويات الناس وتعيد ترتيب اهتماماتهم، وتدريجيا يتخلون عن ما كان مهما ليصبح أقل أهمية. فمحلات بيع العسل التي كان يقصدها المتسوقون أصبحت خالية إلا من قليلين يذهبون إليها لأغراض دوائية في الأساس. ومن المؤكد أن المعارك تجعل المواد الغذائية وتأمين الحصول عليها مقدمة على كل شيء، وتجعل بائعي هذه المادة التي مثلت سوقا واسعا لعقود يكتفون بعرضها وبالحديث عن مزاياها وصفاتها، وهم يعرفون أن أحاديثهم لن تعيد الأمجاد والمشتري. العسل اليمني متعارف عليه أنه من أفضل أنواع العسل على مستوى العالم. في منه أنواعه، في منه السدر، في منه أنواع السمور، في منه ويختلف. ولا يقتصر التراجع في حركة البيع على السوق المحلية، بل يشمل أيضا السوق الخارجية. وأصبح وصول المادة التي كانت تمثل مصدر دخل كبير إلى الخارج معقدا، وتراجعت أسعارها. بل إن عشرات النحالين الذين دربتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبيل الحرب وزودتهم بالمواد اللازمة لتطوير عملهم. عسل العلب وهو من أجود أنواع العسل من وادي جردان بالتحديد، توقفوا عن ممارسة نشاطهم وعن تأهيل آخرين كانت اللجنة الدولية تأمل أن تصل إليهم الطرق الحديثة في العمل، وأن تصبح تجارة العسل أكثر دقة وأعلى دخلا للأسر التي تعتمد على هذه المادة التي تواجه وضعا معقدا ومريرا. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. استشهاد مدنيين في تعز وخطر الألغاب يهدد حياة السكان في المصراخ. الجيش والمقاومة يواصلان تقدمهما في محافظات شبوة ومأرب والجوف. تراجع في تصدير وبيع العسل ونحالون يعزفون عن ممارسة المهنة. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.